في التجهيز المتقدم. وصباح الخير يا صالح. صباح الخير. كيف حالك صالح؟ خير. كم عمرك؟ عمري 5 سنوات. العمر كله يا صالح إن شاء الله. الحين أنت في المدرسة ولا في البيت؟ في المدرسة. وش يدرسوكم في المدرسة؟ القرآن والإنجليزي والذكر اللغوي والرياضيات. إيش يدرسوكم إنجليش؟ صالح قل لنا يلا الأرقام بالإنجليش. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شاطر يا صالح. وإيش بتقولنا بعد غير؟ بتقولنا قصيدة؟ أيوة. يلا قصيدة بسوي. يلا سوي القصيدة. حكم سيوفك في رقاب العدل، وإذا نزلت بذل فارحل، وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذو جهالة فاجهل، وإذا الجبان نهت ومكريهة خوفا عليك من استحام الجحفل، فأص مقالته ولا تحفل بها، واقدم إلى حق اللقاء في الأول، واختر لنفسك بذلا تعلو به أو متكريرا تحت ظل القصر، فالموت لا ينجيك من آفاته حسن ولو شيبته بالجندل، موت الفقير عزة خيره من أن يبيت أسير طرف أكحل، إن كنت في عدد العبيد فهمتي فوق الثريا والسماك الأعزل، ورميت مهري في العجاج فخره والنار تقدح في شفر الأنصر، لا تسقني ماء الحياة بذلة فاسقني بالعز فالحظني. خلاص خلصت صالح. أكبر تحية لصالح. من اللي حفظك هذه القصيدة؟ أبوي. إيش هذه القصيدة تقول يعني؟ عن إيش تتكلم؟ تعرف معناها صالح؟ لا. إنزين إيش بتقولنا قصيدة غيرها بعد؟ من اللي يقول لاجي؟ مال إيش؟ يقول لاجي. يلا قولها. يقول الله رحمة الغافرين ومجولك نهوة جمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلح، وبعدها مرمول المريد في النون والتنوين والمد، دي سميته بتصدر الأطفال عن شيخنا المهي للكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أحكار النون ساكن والتنوين للنون إن تسكن على التنوين، أربع أحكام فخذت بين فالأول للإظهار قبل أحرف فالحلق ست رتبة تعوي فيها همز فها أنثى عيرها أمهما لكان ثم غير خاء وسا إدغام ب. شاطر صالح ما شاء الله يا صالح. صالح أنت خبرت صديقك أنك بتشارك في الإذاعة؟ لا أبوي أمي اللي خبرتني. أمك خبرتك إيش قالت لك أمك؟ أن بسوي في البرنامج. وأنت إيش قلت لها؟ قلت لها هذي.
وليش ما خب انت من صديقك اسمه اللي في المدرسه؟ صالح صديقك من اسمه؟ محمد. انزين اقول لك صالح، انت شفت المباراه يوم عمان لعبت؟ ما شفتها؟ ليش ما شفت المباراة؟ وين؟ يعني انت ليش ما شفتها؟ وين كنت موجود؟ موجود في البيت. زين ليش ما شفت المباراة؟ ابوك ما يشوف المباراة؟ ابوي يشوف المباراة. وليش ما جابك انت تشوف مع المباراة؟ اقول لك صالح خليك بعيد عن التليفون، احنا ما نسمعك. زين اقول لك صالح، انت ليش ما شفت المباراة؟ ما شفت تكوني، ابوي اللي ما شلني. ليش ما شلك ابوك؟ عرفني. زين صالح شاطر يا صالح، انتو تو عندكم اجازة ولا مدرسة؟ مدرسة. كل يوم كل يوم مدرسة؟ حلوة المدرسة؟ ايوة. شاطر صالح، بتقولنا شي بعد؟ ايوة. ايش بتقولنا دعاء؟ بسوي قصيدة من وطني. يلا سوي القصيدة. وطني انت ابو اللي ثالث للأراضين، وطني انت حي وابونا نفسي وعيني، انني اهوى بلادي فهي روح في فؤادي، وغدا احمي حماها ولها كل جهادي، انا فرع وهي اصل لنا منها وإيه كيف لا يعلق تثبت بلدة يحيا عليها ارضها الخضر، قالت فتنة للناظرين ما هو عذب زلال وحياة العالم بيضاء. الله الله يا صالح، ومن حفظك هذه القصيدة؟ أبوي نوبة. أبوك نوبة؟ يوا. أبوك واجد يحفظك شعر قصايد؟ زين أقول لك صالح، أنت سافرت ولا ما سافرت؟ سافرت اندونيسيا. وين سافرت؟ اندونيسيا. وين هذه اندونيسيا؟ اندونيسيا بعيد. بعيد؟ ركبتوا في السيارة؟ أيوة. في السيارة ركبتوا؟ في الطائرة. في الطائرة؟ ايوه. وحلوة اندونيسيا؟ ايوه فيها حصان. فيها ايش؟ ركبت الحصان اللي فيها. فيها حصان؟ حصان حصان. ايش لونه؟ أبيض. أنا راكب اللون الأبيض. شاطر صالح. وبعد إيش في أندونيسيا غير؟ في حلوة وفراولة. فراولة؟ إيوه. وهنا ما في فراولة في عمان؟ في. وين أحسن؟ فراولة عمان صح؟ إيوه. شاطر صالح. لما تكون كبير صالح ايش تريد تكون؟ اريد اكون شرطي. شرطي، تحية كبيرة للشرطي صالح. ليش تريد تكون شرطي؟ لان الشرطيين يمسكون حراميين. لان الشرطيين يمسكون من؟ حراميين. وانت بتمسك الحراميين؟ اه؟ انت بتمسكهم الحراميين؟ ايوه. كيف بتعرفهم؟ كيف بتعرفهم انهم حراميين؟ اعرفهم. كيف؟ اعرفهم. من بيخبرك؟ ابوك بيخبرك؟ واحد يخبرني، واحد بعرفهم. وحدك بتعرفهم؟ شاطر انت صالح. استخدم عقلي. استخدم عقلك، الله علي يستخدم عقله. وانت في ايش تستخدم عقلك بعد؟ في غير ايش؟ انت تلعب بالايباد صالح؟ بالايباد. تلعب؟ بلعب. شاطر صالح. انت ليش تعبان تريد تروح تنام؟ ايوه. ليش انت تو في المدرسة لازم تكون نشيط؟ يا تعبان. انت تريقت اليوم؟ ايوه. شاطر صالح.
يلا صالح مع السلامة. بس بس ما بتجي معنا هنا في الإذاعة في الاستوديو؟ أكيد، وأني بقول لكم حكاية. يلا قلنا الحكاية. يلا. كان هناك إزاز أنزاد، كان حنة حلم إن هم يسافرون عشان يتعرفون على العالم يوم من الأيام، وين ما باين يروحن بعدين شلنا أغراضهم وراحوا، لكن لازم حال كل واحدة منهم إن يشوف بس حالها. وبعدين فكرة العنزة الأولى إن تبني بيتها من القش، والعنزة الثانية قاتلها، لكن هو لن يكون متينا فأنا سأبنيه من الخشب. قالت العنزة الأخيرة إنها هي تبني من القميد. وبعدين؟ بعدين كل واحدة سوت بيتها، ويوم يوم خمسين شاف من الذات وقحت بيت العنزة الأولى. بعدين قال لها بيقولك أخوني من هنا، عيت عنزته. وبعدين العنزة الأولى لن أفعل، فإن خرجت فتبتلعوني. وبعدين بعدين نفخ الذئب على البيت، بعدين طار كله. بعدين حتى العنزة حتى أختها الثانية، بعدين قال لهم الذئب هم الاثنين ما بيمسك بهم هم الاثنين، بعدين مسخوا خيالات مثل خشب. بعدين راحوا حتى أختهم الثالثة اللي بيتها مصنوع من قميص. بعدين دين جذب وقاس ينفخ لك البيت ما تتحرك وتعب، وقلت فكرة ذكية هي انه يطلع من فوق السطح وبعدين ينزل من المدخنة ويدخل في البيت ويجمع عليه الناس. العنزة كانت افتمن الذئب وجابت قرميد إناء دور في ماء مغلي وخلت في نار، بعدين طاح الليل واحترق واختفى. وين اختفى؟ اختفى بعرف. اختفى يعني هو راح. ايوه. واجد طويلة هذه القصة، من وين قريتها صالح؟ أظن الأستاذ أحمد القصة. أستاذ أحمد قال لك إياها؟ أيوة. زين سلم على الأستاذ أحمد. سلم على الأستاذ أحمد، إيش بتقول له؟ أقول لك سلم على أستاذ أحمد، يوم تلقاه سلم عليه. إيش بتقول له؟ قلت سلم عليك أستاذ أحمد. من يسلم عليك؟ أبو. أول بس كان يضع الحين سوى تحويل للمكالمة عاد صالح من كثرة التفاعل. ما شاء الله عليه كمية كمية براءة كبيرة في صالح. صالح؟ نعم. وين رحت؟ رحت هنا. زين ما قلت لي ايش بتقول حال استاذ احمد؟ بتقول من يسلم عليك؟ استاذ ماشي. شاطر صالح ما شاء الله. خلاص انا ما بقول لك صالح، بقول لك الشرطي صالح. زين يلا الشرطي صالح مع السلامة. السلامة. شكرا لهذا الألق الكبير وهذه البراءة الجميلة من الطالب صالح بن احمد بن صالح الأغبري. تريد تقول شكرا صالح؟ صالح؟ آه. يلا قول شكرا. شكرا.
شكرا. شكرا. حال من؟ حال الله وله آخرة. وحكمكم أنتم لأنكم استجدون فعل الغلة إن شاء الله. وأشكر إدارة مركز عبد الخليل بخالات. وأشكر أستاذ رحم وأستاذ أحلام. وأشكر كل الأستاذات اللي علموني. وأشكر أمي وأبوي وأختي الصغيرة زياد. وأشكر اللي يسمعوني ويتابعوني ويحبوني. نحن نحبك يا صالح. من اسمها أختك الصغيرة؟ أسياد. أسياد؟ أيوة. هي تروح المدرسة؟ لا. ليش ما تروح المدرسة هي؟ إذا هي بيبي. زين أقول لك صالح، أنت تعال معنا هنا الاستوديو الإذاعة. زين؟ زين. وجيبها أسياد معك. زين. زين صالح، مع السلامة. السلامة. تعال، ما شكرت محمد صديقك؟ شكر محمد بعد، ما صديق. زين صالح، يلا مع السلامة، إلى اللقاء. شكرا لهذه البراءة الجميلة من الطالب صالح بن أحمد بن صالح الأغبري من مركز عبقري المهارات فرع الموالح في عمر 5 سنوات في الصف التجهيز المتقدم. أمنيته أن يكون شرطي. للي ما سمع اللقاء، صالح يتمنى يكون شرطي، هو يقول عشان يمسك الحراميين. سألنا كيف بتمسك الحراميين؟ قال بستخدم عقلي. تحية صباحية لكل هذا الألق الكبير، لكل هذه البراءة الجميلة، وصباح الخير لكم جميعا أيها الأحبة من صباح الشباب.